برعاية رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، عقد في ناحية زمار غرب مدينة الموصل المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح عن المشروع العربي، وعد حسين السلامي للتواصل مع الجماهير والاستماع لمطالبهم. وبدورها أكدت الجماهير الحاضرة تأييدها لحزب المشروع العربي الذي يطالب بحقوق النازحين والمغيبين وإقرار قانون العفو العام، كما أبدوا دعمهم لمرشحي الحزب في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من شهر كانون الأول المقبل. افتتحنا اليوم مؤتمرنا الأول ضمن المشروع العربي بقيادة الشيخ خميس الخنجر. طبعا توجهنا للمشروع العربي خاصة في ناحية زمار وغرب نينوى بصورة عامة، لأن أهداف المشروع العربي واضحة ومبادئه واضحة، فمن أهدافه أنه يعمل على إقرار قانون العفو العام والمطالبة بحقوق النازحين وعودتهم إلى ديارهم، بالإضافة إلى اهتمام المشروع العربي بملف المغيبين قسريا. كل هذه الأمور دفعتني للانضمام للمشروع العربي. هذا المؤتمر جاء دعما للأستاذ وعد اللي هو أحد مرشحي المشروع العربي، وإحنا اخترنا المشروع العربي لما فيه تطلعات أهل المنطقة، ومشروع يخدم أهل المنطقة بكل طوائفها وقراها والأقضية والنواحي. وإيمانا مني ومن عشيرتي بقدرة الأستاذ وعد الحسين الناصر السلامي على أداء مهامه بأفضل وجه، والانتمائه للمشروع العربي الذي نرى فيه كل الخير في تجسيد أمال المواطنين وأمال هذه المنطقة بصورة خاصة بقيادة الشيخ خميس الخنجر.